أهلا، مساء الخير. مساء الخير لكل متتبعي ومحبي نوفيلوفيليا سوسايتي. اليوم في مساء هادئ، مساء جميل، يطل علينا ضيف خفيف الظل، امرأة طيبة جدا هادئة، ألا وهي اللبنانية والروائية القديرة هدى بركات. مساء الخير أستاذة. مساء النور وائل، مساء النور لجميع متابعيك. أهلا أستاذة. قبل أن نبدأ أود أن نعرج ولو قليلا على ضيفنا. هدى بركات روائية لبنانية، ولدت عام 1952، تخصصت في الأدب المعاصر، عملت في مجالات التدريس والترجمة والصحافة. أول كتاباتها كانت مجموعة قصصية بعنوان زيارات، ثاني أعمالها زائرات حجر الضحك زائرات زائرات، ثاني أعمالها حجر الضحك سنة 1990، أهل الهوى 1993، حارس المياه 1998، سيدي وحبيبي 2005، رسائل الغريبة 2004، فيفا لا ديفا مسرحية بالعامية اللبنانية سنة 2009، ملكوت هذه الأرض الصادر عن دار الآداب سنة 2012، آخرها بريد الليل نشرت سنة 2017، وفازت بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر سنة 2019. أمام هذا الزخم من الكتابة وروايات، فاقت الأربع أو الخمس، أكثر من خمس روايات كل تحكي على حقبة ما. أود أن أسألك سؤال لطالما بدأنا به كل حصصنا، ولطالما هذا السؤال كان لي بمثابة بحث أو سؤال: ما الكتابة عند هدى بركات؟ يعني هذا سؤال صعب جدا، يعني إنه مش بالضرورة أن يستطيع الكاتب أو الروائي أو حتى ممارس أي نوع من الفن أن يحدد بوضوح علاقته بالنشاط الذي يمارسه. يعني هو ربما، أو لنقل أنه في حالتي، الكتابة قد تشبه الضرورة أحيانا. يعني الضرورة بمعنى أنه لست أعني بأني سأموت إن لم أكتب، ولكن هناك نوع من التوازن، إذا بدك النفسي، الذي يأخذك برغبة قوية جدا للتعبير على الورق. يعني ما هو هذا الدافع القوي؟ ربما لأنك تشعر أن الحياة لا تكفي، بأنها مسطحة كثيرا، بأن لك شخصية واحدة وتتمنى أن تتعدد، وربما لأسباب أخرى أيضا، خاصة لمن هو مثلي، يعني لا يكتب عن ذكرياته أو عن حياته الشخصية. يعني أنا شخصياتي كلها كومبوزيسيون، يعني كلها من التأليف، وحتى الأمكنة يعني ليست أمكنة ثابتة واضحة جغرافيا. هلا ماذا أريد يعني من الكتابة؟ هي أكثر رغبة من هدف. يعني لا أدري إن كنت أجبت على السؤال، ولكنها رغبة ملحة فعلا. يعني شخصيات تبدأ كأن بجانبك ناس أو أحد الأشخاص الذي يريد أن يقول لك شيئا، يعني يريد أن، من الصحبة، شيء من الصحبة. لا، أحيانا العلاقة متوترة قليلا، ولكنه يعني يلح عليك.
بشكل انه بيصير ايدي فيكس، يعني كأنه يبدأ بالعيش الى جانبك. يعني حين تبدأ بالكتابة والجملة الأولى من الرواية، حين تجدها يعني بتلاقي التوناليتي، يستقر هذا الشخص فيصبح شخصية، يعني يستقر هذا الصوت وتبدأ العلاقة معه، وقد لا تكون دائما علاقة سلمية كما تفضلت طيبة. أو طيبة، بس هي علاقة بكل الأحوال قوية جدا. نبدأ رحلة الأسئلة مع أول منجز روائي، أقصد الرواية حجر الضحك الذي كتبته سنة 1990. الرواية لاقت نجاح ربما ومقبولية عند النقاد كأول، رغم أنه أول عمل روائي وكتب عنه الكثير والكثير وأشيد به كذلك. بدأت رواية الضحك التي نالت تقديرا وثناء، وكأول رواية تناولت أحداثها بطل شاذ يبحث عن نفسه ومع ظروف الحرب. لماذا اختارت هدى بركات هذا الطرح؟ هل هو امتحان للذكورة أم أن نتاج الحرب حيث ألقت بظلالها على المجتمع؟ يعني خفف علي الأسئلة. لا، هناك هذه الرواية أنا في الواقع كتبتها مرات عديدة، كتبتها على مسافة 5 أو 6 سنوات، كنا ننتقل فيها من مكان إلى مكان هربا من المعارك، وأنا أولويتي كانت في ظروف كهذه هي أن عندي طفلين، ولد وبنت، كان المهم هو أن أهرب بهما، أن نحمل معنا أكياس النايلون بكل المتطلبات للطفلين، ولذلك كنت أهمل حمل المخطوطة معي، لأني لم أكن يعني هيك أعتبر أنها يعني ضرورية لهذه الدرجة، وكنت غالبا أعود وأجد أن البيت يعني نصف أو اخترب، أو أن الأوراق أصبحت محروقة أو مبعثرة، ولكني لم أكن أحزن على ذلك، لأني كنت خلال كتابة هذه الرواية أعرف تماما بأنني أجرب، يعني مش مهم لو ضاعت، لأني سأبدأ في كل الأحوال، سأبدأ من جديد. ولماذا كانت لدي هذه القناعة؟ لأني كنت أشعر أنني أتغير كثيرا في فترة وجيزة، يعني أنه قناعاتي تختلف، انطباعاتي عن الحرب، علاقاتي مع الناس، مفهومي للعنف، اقترابي من الشرط الإنساني في ظروف، يعني في ظروف استثنائية جدا، يعني كنت أكتشف ما سوف أكتبه. الآن الذي حصل في النهاية هو أنني يعني أنجزت كتابة هذه الرواية بعد تلك السنوات، وأنا لم أكن في بيروت، يعني حتى هناك لم أكن في بيتي، ولم يكن هناك كهرباء وإلى آخره، ولكني قررت أن أدفع بها إلى النشر، والواقع أن أدفع بها إلى جائزة الناقد، لأني كنت بحاجة لأن أترك البلاد. كان هناك يعني قيمة نقدية أملت في أن أحصل عليها لكي أشتري بطاقات السفر، ولإحساسي أيضا بأن تلك السنوات الطويلة كانت مهمة جدا.
مهمة جدا لأن أخرج بهذه الرواية. وهذه الرواية يعني كنت أعمل فيها فعلا على مهل، لأني لم أكن أسعى إلى النشر أو أنه أريد أن يكون لي مكان بين الروائيين. هلا معك حق، يعني هي نجاح هذه الرواية تجاوز كثيرا ما كنت أتوقعه وأتمناه، ربما وهذا ما فهمته فيما بعد لأن كان فيها جرأة كبيرة جدا وجد، يعني كانت كأنه سرد عربي جديد بكثير من المستويات، كانت جديدة وكتب عن ذلك، يعني كتب النقاد وكتب حتى القراء يعني أو الطلاب من الدارسين، وهي ما زالت حتى الآن يعني مرجع عن العالم الذي عالم الروائي أو العالم الذي سأبدأ منه كل مسيرتي الروائية، لأنه يعني في أسباب كثيرة لو أردت نتكلم عنها، ولكن أنا أترك لك الحرية في أن يعني تطلب المزيد من التفاصيل أو نكتفي بهذا. لا، أريد أن أركز عن صفة مهمة جدا والتي ربما أصبحت هلاك للكتابة، هو التسرع في النشر. كان كل شخص أصبح يبحث عن الشهرة بسرعة كبيرة جدا، في أكثر حتى من سرعة الضوء. لكن طيب ايه تفضل. ولكن الملاحظ في الملاحظ على الرواية أنك ربما أعطيت نفسك وقت كافي، وقت كافي كافي جدا. الرواية ماذا؟ الرواية عفوا هل تحتاج فعلا إلى 5 سنوات؟ هل بالنسبة، هل الموضوع فرض ذلك، أم أن تقنياتها وأنك كأول عمل أردت إتقانه؟ أنا في الحقيقة يعني في المقدمة التي بدأت بها، أنا دائما هناك 5 أو 6 سنوات بين الرواية والأخرى، صحيح، يعني وهذا ملاحظ. ربما كان هذا إيقاعي، يعني لا أستطيع أن أقول إن كان على الآخرين أن يتريثوا كل هذا الوقت، ولكن من أسباب تريثي أنا بأنه كل رواية هي تجربة مختلفة، إلى جانب أن لدي قناعة بأن رواية واحدة مهمة ممكن أن يكتفي بها القارئ وكاتبها، يعني المسألة ليست عددية، وأنا لا أفهم في الحقيقة كيف يستطيع بعض الكتاب أن ينشروا كل سنة أو كل 6 أشهر رواية؟ هذا لا يعني أنه رواية غير جيدة، هذا يعني بالنسبة لي إيقاعا غريبا، يعني أنا لا أستطيع أصلا أن أتفرغ للكتابة لكي أجلس يعني سنة أو أكثر للكتابة فقط. ثم أكرر القول بأنه بالنسبة لي يعني المدة التي تفصل بين رواية وأخرى أكون فيها أنا قد تغيرت، يعني شغفي بالكتابة تكون له حكاية أخرى، يعني يكون له مصادر وعي مختلفة متنوعة، تكون خبرتي في الحياة وليس فقط في الكتابة أي في القراءة أيضا قد تعدلت، يعني أنا لا أؤمن بأنه حجر الضحك نجحت بشكل استثنائي ودخلت إلى من أوسع الأبواب إلى تاريخ الرواية العربية، وإذا الرواية الثانية
سوف أكتبها على نفس الوتيرة لكي تنجح أيضا، وأنه هذا يعني مثل خيط الذهب الذي يعني سيؤدي بي إلى النجاح. يعني أنا ليس عندي شغف نهائيا بالحضور بالانتشار أو بالحضور الاجتماعي للكاتب، أو يعني يعني الشهرة لا تعني لي شيء البتة، والآن بدأت تزعجني. يعني ماذا؟ بدأت معنا لأنها لا مش لأني أنا يعني مادونا، لا، لأن بتاخد وقت كتير. يعني لو أنت تفضل. ذكرت لما قلت هذا الكلام، ذكرت ماركيز لما نال نوبل قال الآن وضعت علي صخرة كبيرة. إن الشهرة شاء الله واقع، آخذ نوبل وسوف أحمل الصخر. تحمليها إن شاء الله. لأنه بتعطيك كمية من الحرية، كونها بتعطيك صحيح، مصاري، مصاري كتير. يعني خلاص أنت أكيد تستطيع أن تعيش للكتابة. يعني صحيح، صور ما أتفق لا، لك. يعني هذا لوكس عظيم. طبعا لكن هلأ نحن نمزح، يعني ليس الكلام صحيح صحيح، هي مرسي، الكلام على عيناته. مزاح فقط. نعم. لكن السؤال الذي، سؤال ذاتي، أنا نعم من أريد طرحه دائما نعم في رواية حجر الضحك، هل هو امتحان للذكورة؟ أم أوزار الحرب هي من فرضت فشل الذكر بمقابل الأنثى، بحيث الذكر يمثل العنف؟ شوف، هي انطلاقا يعني مستوى القراءة الأول يعني يصل بك تلقائيا إلى هذا الاستنتاج، ولكن في الواقع ليس هناك إناث في هذه الرواية يعني قدموا نجاحات لكي نقول بأنه الذكر فشل حيث نجحت الأنثى. يعني هو عنده نوع من الغيرة بالعوالم الداخلية التي تلجأ إليها النساء، ولكن النساء لا يؤثرنا مطلقا، لا، بل في النصف الثاني من الرواية يتهم البطل، يعني خليل أو اللا بطل خليل، يتهم النساء بأنهن عنيفات جدا، ولكن بشكل مختلف. يعني هو يعني يتكلم عن أم الشهيد، ويتكلم عن قبض الأجور الميتين، وعن يعني سوف تجد في روايات لاحقة مفهوم مختلف قليلا، أي غير مبسط، عن علاقة الأنوثة بالذكورة. يعني هي مسألة معقدة جدا، لذلك بعض ال يعني بعض ال الفيمينيست، خلينا نقول، يعني لم يرحبوا بي كثيرا، مع أنني أنا أعتبر أنني أنا الفيمينيست الحقيقية، لأني أذهب إلى أصول الأمور. وهذه أشياء أيضا اكتشفتها من تجربة الحرب الأهلية. يعني أنا قابلت والتقيت وتعرفت وعرفت في حياتي نساء يعني انه كتير عنيفات، يعني منهن الامهات اللواتي مثلا كنا يسهلن الخطف او التعذيب، منهن من كنا يطالبنا على قبر الولد الشهيد أن نحضر ابن العدو لننحره على هذه القبر. يعني هناك أنت لا أدري إن كنت تعرف إلى أي درجة كانت النساء تطلق الزغاريد وراء المحاربين، وتربي المحارب لحفظ
نقاوة القبيلة أو السلالة، أو يعني المسائل نحن لا نتكلم عن نساء المثقفات، يعني طبعا هذه نسخة مختلفة، ولكن النساء من صلب الشعب، أكان من تاريخنا أو من تاريخ الآخرين، ليس من كوكب آخر. يعني أنا لا أتصور حرب أهلية تقوم إذا كانت الأم لا تريد أن تربي أولادها على أساس كره الآخر. يعني أنا عندي أخوات وأنا عندي أولاد ونحن يعني صحيح أن الشاب، وهنا أعود إلى سؤالك، يعني في المجتمعات العنيفة والمأزومة هناك ضغط على الشاب أكثر من على الفتاة، لأنه هو موكل بحماية المجموعة، وعليه أن يحمل السلاح، وعليه أن يعلن انتماءه، يعني هو محارب وإلا جبان، أو إذا لم يحارب علنا فهو ينعت بالمثلية، وإنه أنت تابات وأنت يعني لست شجاعا، لأنه في مجتمعات كهذه تقترن الشجاعة بالعنف. عارف كيف؟ يعني أن تحمي نفسك، كما أقول في هذه الرواية، أنه تحمي نفسك هو أن تكره الآخر، هو أن تعتدي على الآخر. يعني هذا شيء، يعني على حساب الآخر. الرواية تقوله بوضوح. صحيح. ننتقل أريد أن ننتقل إلى نعم رواية أخرى، نعم أهل الهوى. أيوة رواية أهل الهوى هذه الرواية التي تبدأ بجريمة، حيث بطل الرواية كان نزيل مستشفى الأمراض العصبية في ضاحية بيروت، تخونه ذاكرته، يحل عليه النسيان طارئا وتختلط عليه الذكرى. هل رواية أهل الهوى يمكن أن نعتبرها حكاية وطن يتعافى من نتائج الحرب، أم هو الهروب؟ ايه، بس حدد السؤال اكتر لعارف كيف بدي اجاوبه. هل يعني كيف؟ بطل الرواية يمثل تعافي وطن؟ لا، البطل انا عندي الشخصيات ليست رموزا، يعني مش الشخصية الروائية هي رمز لمجموعة من البشر، او مشان هيك كلهم هامشيين. يعني انا كل شخصياتي شخصيات هامشية. الآن بمجرد أن هذا الذكر بين المتزوجين أحب امرأة من الأعداء، اختلفت كل نظرته إلى العدو، يعني اختلف تقييمه، إحساسه، نظرته، علاقته الإنسانية. فبدأ وهو مسيحي مثلا، ممكن أن يكون العكس كمان صحيح، بدأ يشك في بعض الفينومينا مثل العجائب، القديسين، والمرأة التي كانت جارته ثم وجد الجميع يسيرون وراءها لأن يديها ترشح زيتا، ولأن يعني هذه الظواهر التي لها شكل الدين هي وسائل فقط لتنشيط العنف، يعني لتنشيط التعصب. فهو يتكلم باستمرار وهو رجل معنف. يعني هو نحن في نهاية الرواية سوف نشك في أنه فعلا قتل هذه المرأة، ولكنه كان يعنفها لأنها
لأن الحب علاقة في أساسها تملكية، يعني وهو رجل من عندنا، يعني إنه لا يملك أدوات العلاقة الصحيحة. وبعد هذا التعنيف، ومع يعني قراءة الصفحات التالية، سوف نشعر أنه في النهاية هو المعنف، يعني عنده مشكلة كبيرة، لأنه من السهل أن تقول المرأة معنفة والذي يعنفها رجل. طيب إذا كان بحبها ليش عم يأذيها؟ يعني السؤال أعمق من الطريقة التي نحاول أن نتهم فيها الرجال بأنهم عنيفين وبأنهم يعني يعنفونا، يعني وكأنه هذه المسألة هي يعني ليس لها أساس أو ليست مسألة معقدة، يعني أنه بالنهاية هو حتى غير أكيد بأنه قتلها وبأنه تبقى في الشك. بأن هذا المعنف أنا أرصد عذاباته، مش معناها أنه أنا معه طبعا، ولكن أنا كان يهمني أن ألحق به، أن أسمع صوته بدون حكم قيمة، بدون إيديولوجيا، بدون أكون محامي أو قاضي، لأنه هذا يعني ليس واجب الروائي أو الفنان. يعني السؤال كان حمل وجه، لكن خلف هناك تركت وجه آخر. هل هي دعوة ورسالة إملاء مداواة الجروح بالمحبة والوداعة؟ أقصد رواية أهل الهوى. شوف، بأهل الهوى القارئ يصل إلى هذه المحصلة بدون أن أدفعه أنا إلى ذلك، بمجرد أن أمرر في شريط السرد ما الذي تفعله الفرقة والكراهية بنا، يعني إلى أي عنف ممكن أن نصل، إلى أي يعني هذا، يعني طبعا هناك رسالة ولكنها ليست رسالة موجهة بشكل مباشر، يعني أمثولة وآخر شيء، يعني إنه ما هي الخلاصة وإلى آخره. بمجرد أن تستعرض كل هذه الآلام وأن تتساءل، يعني أن تتأثر بما تقرأ وأن تتساءل أين يذهب بنا كل هذا؟ كيف نفعل مع ذاكرتنا؟ يعني الجزائر غير بعيدة عن حتى كل البلدان العربية الآن. الذاكرة كيف بدي أقول لك، يعني الذاكرة يعني ممكن أن تغير حتى الجسد، حتى الهرمونات، بمعنى أنك لا تستطيع أنه، وأنا علاجي جسدي في هذه الرواية بالذات، يعني لا تستطيع أن تقرر من عقلك بأنه إيه بلا عنف يا أخوان، لم ينفع هذا. يعني ألا يعني هي محسوسة، هي جسدية، هي في تكوينك، في قلبك، في أمعائك، يعني يجب أن نعود إلى النص لنتكلم، يعني لنتكلم معك. بصراحة عن الهوى، وإلا صعب. صحيح، بصراحة أريد أن أنتقل إلى سؤال آخر. بعد رواية حجر الضحك وأهل الهوى التي كتبت من أعماق الحرب عواقبها الوخيمة، جاء العمل الثالث حارس المياه، وانتقلت من تاريخ القيم إلى عالم الفن والجمال، وكأنه تطير من عالم القيم إلى التشاؤم، حيث البطل في الرواية يموت مع بؤسه الذاتي، يموت وحيدا. هل يمكن أن نقول أن البطل الرواية هو حال بيروت في تاريخها الطويل، من انكسار إلى انكسار عبر فترات؟
ايه يعني في عندك تليفون عم برن، يمكن سايلنت، لازم حدا يطفيه. مش عندي هذا التليفون بس عم بيئز. طيب شوف، يعني أنا لم أسعى إلى تحميل الشخصية تاريخ بيروت، تكلمت عن المدينة مباشرة، يعني ذهبت إلى آثارها المتراكمة، ذهبت إلى ما ومن ضربها. وهناك إشارة في النصف الثاني من الرواية إلى قصف إسرائيلي، يعني إجا كمان، واحتلال حتى إسرائيلي إجا فوق كل النكبات التي دخلت عليها. وهذا يعني، وكأن هذا التراكم هو تاريخ لفشل أهلها، مش إنه هي مدينة، هي يعني هذه المدينة الرائعة الجميلة الثرية ذات التاريخ ذات الثقافة المتنوعة، بمجرد أن انقسمت شرقية وغربية، يعني المسيحيين من ميل والمسلمين من ميل، وأصبح قلب المدينة فارغ تماما وعلى طرفيه خطوط التماس، معناتها هذا موت للمدينة، يعني موت لفكرة الوطن، موت لفكرة العيش معا. وهذا كان يؤلمني كثيرا، يعني كنت أصبحت في باريس، وهي رواية التي كتبتها بعد أهل الهوى، وأهل الهوى كتبتها بباريس أصلا، يعني كنت تركت البلد. فإحساسي بالابتعاد عن قاع المدينة، عن وسط المدينة الذي عرفته والذي التقيت فيه بهذا الجيل الجديد الذي آمن بالاندماج وتزوجوا من بعض ورافقوا بعض وقاموا بثورات صغيرة في الجامعة الوطنية، وأدونيس كان حاضرا لتلك المرحلة بقوة، يعني هي السبعينات تقريبا. وفاجأة وقع كل ذلك، ووقع بعنف كبير، يعني بكمية من القتلى الذي في كل صباح كانت تطالعنا بها الجرائد ولا نصدق، حتى تصل المعارك إلى طرف البيت فنقوم بالهرب. ولكن هذا الفراغ الكبير الذي بقي سنين ما حدا بيقدر يدخل على وسط المدينة، كان بالنسبة لي انكسار قلبها، يعني موت المدينة. هذا قبل انفجار المرفأ والحديث عن موتها، وعن انه كيف سنعود ونخرجها من القبر من جديد لنسجيها على الأقل، يعني بما يتناسب مع شمالها. يعني هو اخترت هذه الشخصية المخضرمة، يعني هذا الرجل الذي عاش ليس على تأريخ مقنع بل على ميت، على خرافة، مثل كل اللبنانيين. ولكن كل مجموعة لبنانية عندها خرافتها التي لا تتناسب مع الخرافة الثانية. يعني ليك وائل، أنا كل ما كتبت فيه عذاب انقسام اللبنانيين عن بعضهم، يعني لو هيك حكيت ولا هو دائما دائما سوف تجد هذا، يعني كيف صحيح صحيح فعلنا بأنفسنا، يعني دائما دائما اللبنانيون يلقون بالملامة على الآخرين الذين تدخلوا في بلادهم والذين يعني فعلوا الصحيح، ولكن فعلوه بأيدينا. يعني أنا لا أريد أن أرحم نفسي، يعني لا أريد أن أقول أنا دائما أشعر
بذنبي، بذنب قومي، بذنب جيلي، بذنب رفاقي أكثر بكثير من إحساسي بظلم الآخرين، لأن ظلم الآخرين أشعر بأن كثرا يتكلمون عنه، يعني لست بحاجة لإضافة شيء، أصبح مملا إنه الفلسطينيين والسوريين والإسرائيليين طبعا هذا كله موجود، ولكن نحن أين، أين نحن يعني، وين كنا يعني، ما الذي فعلناه؟ فهذا يعني هذا الإحساس بأنه دائما النقد يجب أن يبدأ من الذات، وكان يعني إيه، فهذه الرواية يعني ذهبت فيها إلى تاريخ جميل جدا للمدينة، وإلى تاريخ قريب حتى في سوق الأقمشة، في اكتمال جمالها، وعن منع اكتمال هذا الجمال كما بالحرير. أخذني السرد إلى متعة المعرفة، يعني أنا لم أكن أعرف الكثير عن القماش، ولكن هذه المعرفة خدمت موضوعي أساسي. يعني أنت في كل رواياتك تعيشين تجربة ولا تعيشين اليقين، وهذا واضح لا في جميع أبدا، الروايات. لا يوجد يقين، لا لا، أنا أبدأ بالكتابة دون أن يعني أذهب كمن يقفز في الفراغ، يعني أحاول حين أبدأ الكتابة أحاول أن ألحق بأشياء، وفي نفس الوقت يجب أن أسيطر عليها، يعني إيموشن ولكن كنترول، يعني السيطرة لا متأكدة، صحيح. لا أكون من شيء. ننتقل إلى سؤال آخر. البطل في 3 روايات يصور مشهد الحرب من زوايا مختلفة، مشهد مفزعا صاغه تصور أخلاقي اقترب من اليقين قبل الحرب، وأقلع عن اليقين بعد أن غادر مدينة الحرب واستقر في فضاء التأمل والكتابة. أريد الخروج منها، من 3 روايات إلى آخر أعمالك، بريد الليل. لكن مع بريد الليل نلاحظ بطل مغاير تماما، يشكو ولكن شكواه لا تصل. بريد الليل ليس هناك بطل واحد، الحقيقة أنه هالرسائل هي تعدد الأصوات، لأنه يعني كنت بدأت أشعر بأن أنه الكارثة هيك، مكونات الكارثة اللبنانية نزلت فينا جميعا كعرب، وأهم كارثة هي أنه هجرنا، كيف أردنا أن نهجر بلداننا، يعني إحساسي ربما بأنني غريبة مهاجرة وغريبة جعلني أنصت أكثر إلى هؤلاء الغرباء، يعني كان الأدب كما تعلم يتكلم دائما عن حب الوطن، عن نوستالجيا العودة إلى الوطن في حال تحسنت الظروف إلى آخره. ثم أتت جحافل من 70 مليون وأكثر، 70 مليون مهاجر لأول مرة ربما في تاريخ البشر، كل ما يريدونه هو ترك البلاد، ترك الوطن الأم، يعني يتكبدون الخسائر، يمشون في الفلات، يتعرضون للتعذيب، يتعرضون لأبشع أنواع العبودية، وبرضه لا يريدون العودة، يعني هذا، يعني إنه هذا سؤال فظيع، للمرة الأولى نشهد ذلك، يعني لو قتلوا وهم يقتلون فعلا، يعني يموتون في البحار وبياخدوا ريسك فظيع
فقط لكي يتركوا بلدانهم. يعني هذا أثار فيا هيك شعور جديد قوي جدا من الخوف الذي يعني لم أفهمه بالكامل قبل أن أترصده في هذه الرواية. وهذه الرواية كانت يعني فيها أصوات كثيرة ورسائل كانت طويلة إلى حد بعيد. ثم قلت لنفسي أن هؤلاء الهاربون لا يستطيعون أن يتكلموا كثيرا، يعني هي رواية تبني، يعني موضوع رواية يبني ستركتور بتاع الرواية، وهذا ما كان من الممكن أنه شخص هربان وشخص ملاحق وشخص حتى بلا أوراق يعني يعيش هيك في ظروف فظيعة لا يستطيع أن يتكلم كثيرا، إلى جانب أنه أنا أخذت فقط لمحة من حياته، يعني هيك قطعة صغيرة من سيرة هذه الشخصية، ولم أدافع عنه حين اقتضى الأمر ألا أدافع عن شخصيتي. يعني أنا لا أقول إنه كل هالهاربين أبرياء ملائكة إلى آخره، لأنهم كمان حاملين معهم كل أمراض الأنظمة التي هربوا منها. يعني المسألة فيها يعني فيها أسئلة وجودية. كأنك شبهتها بمثل فيروس كورونا الذي نعيشه حاليا. لا لا أنا لا، هي أتصور في قضية اللعين، حمل المرض فقط. نحن لا نقول أي شيء آخر. لا أنا يعني بفضل إنه ما نعمل إسقاط، بس هن كانوا بالكورونا قبل ما يجي الكورونا، يعني هؤلاء الذين غادروا أوطانهم. أنا لأنه التقيت بعضهم هون وأكثرهم، حتى يعني حتى السوريين وجدوا الفرنسيين لهم أشكال هيك من المساعدة، من التبني، بس في الآخرين يعني اليمنيين، السودانيين، الليبيين، بعض المصريين، الأفغان. يعني أنت حتى الآن أنت لا تتصور بأي ظروف يعيشون، ومع هذا لا يريدون العودة، لا يريدون. يعني حتى لو أنت قلت لهم طيب الآن أصبحت بلادك في وضع مسالم ممتاز، أوفر لك طريقة العودة وإلى آخره، لا يعود، لا يريد أن يعود. نعم، وهذا ملاحظ على العربي، ليس اللبناني فقط، على العربي. عربي، أنا عم سمي لك عرب، حتى اللبنانيين بما أنه هجرتهم سابقة وطنوا حالهم، يعني وجدوا أشكال من المساعدة، أشكال من يعني من العلاقات، استطاعوا أن يشتغلوا، استطاعوا أن حتى أن يساعدوا من هم في بقوا في لبنان. يعني كانت شروطهم أفضل من شروط الآخرين الذين ساروا في الصحراء. يعني أنا لا في هذا الكتاب في بريد الليل أنا لا أتكلم عن اللبنانيين، يعني ليس بالضرورة فيهم واحد لبناني، هي هذه المرأة التي الأرجح التي كانت تريد الفرار إلى كندا ولم تنجح بذلك. ولكن هذا إذا بدك هذا الالتباس الذي يغلف الشخصيات هو ضروري جدا، لأنه حتى هن ما بيعرفوا أنفسهم على المظبوط. يعني حتى المرأة التي قتلت هي لا تعترف، يعني لا تعترف ولا تريد أن تعترف بأنها قتلت، لأنها قتلت مرات عديدة، فبدأ قبل القتل
دفاع عن النفس. ثم حتى السيدة التي أو المرأة التي كانت تبيع جسدها، ها يعني اشتغلت في الغرب، وصارت تقول أني هنا وأنا مونس محترمة أكثر مما عاملت أمي من احترام. يعني هناك أسباب لكره البلد الأم، يعني للضيق، لرغبة الخروج إلى البرية، الخروج إلى الصحراء، الخروج إلى فلاة الله يعني. وهذا حدث أريد أن أعرج على سؤال آخر. القصص في رواية بريد الليل، القصص في رواية بريد الليل متوترة كما يقول عليها النقاد الشعرية أو الأدبية، التوتر. قالوا النقاد او لم يقولوا، لانه مثل ما قلت لك يعني هن ناس عم بيرقدوا عم يهربوا عم ايه نعم صحيح. وتقطع أنفاس القارئ. وأنا كان معي هذه التجربة، لأنه كان تحس أن هناك نفس، أنك في كل مرة أنت تجري وراء الحكايات. هل هي لعبة وتقنية المتاهة؟ هل نستطيع أن نسميها على أنك صنعت متاهة للقارئ؟ صحيح، لم يكن يعني لم تكن فكرة التركيب السردي بعيدة عن المتاهة، لأن هذه الشخصيات موجودة في متاهة، يعني هم في متاهة. كيف تريد أن تستعمل سردا رائقا كلاسيكيا يتمدد خلينا نقول أفقيا بسهولة يعني. لذلك كنت أقول لك في البداية أن كل، أو أحاول على الأقل، كل رواية هي حكاية بنفسها، يعني كل رواية تعطيك مفاتيح كتابتها. يعني يعني أرجو أن أكون مفهومة، يعني صحيح، مفهومة. كله بتستعمل له أسلوب لأنه هذا الأسلوب نجح. يعني حتى في المساحات البيضاء هناك بناء، يعني في الانتقال من ذاكرة إلى ذاكرة أخرى هناك صنعة. هلا هي هذه الصنعة ما لازم تشوفها أنت، لازم يعني علي أن أجعل القارئ يتوتر دون أن يدخل في التقنيات، يعني في صحيح، تقنيات السرد يعني هذا، أو في استعراض ثقافي يعني إنه أنا مهم. أريد أن تفضل. أنتقل بك إلى رواية ملكوت هذه الأرض. تكلمنا عن التشتت، عن المتاهة، نعود إلى رواية ملكوت هذه الأرض. ورواية ملكوت هذه الأرض التي تعتبر باكورة الأعمال، خصوصا لأنها تعالج فكرة حكاية العودة إلى الوطن. هل هذا هو الرهان؟ هل هذا هو الرهان أو البرهان أن الكاتب مهما هاجر وتغرب سيبقى ابن الأرض ووليدها؟ هل ملكوت هذه الأرض ربما كانت هدى بركة تحاول أن تقنع نفسها وتقنع الآخر أن العودة للوطن هي سبيل وربما حلم؟ لا أبدا، أنا آسف، وكيف كانت ظروف هذه الكتابة؟ أنا آسف، أنا لا أوافقك أبدا. يعني هي ليست عودة، هقول لك ليه. هي أحداث هذه الرواية ملكوت هذه الأرض تبدأ في العشرينات من القرن، يعني عشرينات أو ثلاثينات القرن العشرين. ما الذي أردته أنا من هذه الرواية؟ أردت من خلال صوت طنوس أن أشكل رواية تحكي من أين بدأ
الفشل، يعني من أين صعودا في التاريخ لأقول كيف حل بنا ذلك؟ عرفت كيف؟ يعني أردت أن أتابع هذا الفاي، هذا الشق في الصخر الذي جعل منا أقواما تنتمي إلى المجتمعات الضيقة وليس إلى الوطن. يعني أن يكون أن تكون الإيدنتيتي، يعني أنت تعرف نفسك بأنك أنت بدينك بقبيلتك بمنطقتك، مش بأنك جزائري قبل أن تكون كل ذلك، وأن ذلك موجود لكنه ثانوي. بل حين تستفحل هذه الانتماءات الصغيرة تبدأ بكسر الانتماء العام، يعني كلما قويت العصبيات ضعف الوطن، يعني أصبح الوطن عرضة للتعصب، للمناورات، للإشكالات، للحروب. لذلك تنتهي ملكوت هذه الأرض ببداية سنوات الحرب الأهلية، يعني عكس ما كنت أكتب، وبدأتها من المجتمع الذي كنت أعرفه. ليست هي عودة، بل هي استقصاء. يعني أخذت ميكرو كوزم، أنا هو قريتي، بس مش هي فعلا القرية، يعني ملامح، وأخذت من موارنة لبنان اللي هن مسيحيي لبنان الذين أوكلت لهم إذا بدك السلطة السياسية لفترة طويلة، كنموذج كنموذج. ولكن بكل الأحوال لو أخذت هذه القرية ووضعتها في العراق أو في مصر حيث تعيش أقليات لم تنجح في الاندماج بفكرة المواطنة، ستجد الحكاية نفسها، التاريخ نفسه، وتصل إلى النهايات نفسها. من شان هيك ملكوت هذه الأرض كان لها صدى في الدول العربية جميل جدا، مع أنه فيها كلمات يعني لبنانية من اللبنانية المحكية، ولكنها لم تؤثر، يعني لم تؤثر بمعنى أنه مقولة ما هو محلي يستطيع بسهولة حين يكون متقنا أن يخرج من محلياته. تحققت من ذلك في ملكوت هذه الأرض. يعني ملكوت هذه الأرض كمان اشتغلت عليها فترة كتير طويلة، لأنه كنت أبحث في عدة أنواع من الأرشيف، ولم يكن هناك أرشيف، هناك خرافات. يعني في تواريخنا ستعثر بسهولة على خرافات أكثر من تدوين التاريخ بالمعنى العلمي. فلذلك يعني حتى إنه في الديديكاس الصفحة الأولى أعتذر من أهل تلك المنطقة لأنني سأخونهم في حقائق كثيرة، وإنه الحب جزء منه خيانة أيضا. يعني هيك بقول لهم أنا إنه أحسن ما يزعلوا مني، إنه لأنه يعني من جدلية. ماذا تروي هذه المرأة عنا أو شيء. فطبعا أنا مش عم بكتب رواية تاريخية، ولكن كنت أريد أن يعني أصعد النهر إلى النبع لأرى لماذا لم يعني ننجح في إيجاد ذلك الانتماء الوطني. لذلك انتهينا إلى حرب أهلية، ليس في لبنان فقط، يعني في كل الدول. نعم للأسف. أريد، وأنا في خضم هذا الحوار تذكرت سؤال جاء على نعم الطائر هكذا، نعم حمله طائر هدهد،
دائما ما أقرأ عن الروايات التاريخية، دائما ما ألتقي بالروائيين الذين يكتبون في صنف الرواية التاريخية فأسألهم سؤال، وأنا أحب أن أسأل الجميع نفس السؤال: كيف يتمثل هدى بركات الماضي؟ اللي هو شو؟ كيف شو الكلمة؟ يتمثل الماضي؟ الماضي. لأنه الفيلسوف الفرنسي بول ريكور دائما ما يكرر كلام الكتابة التاريخية وتمثل الماضي. كل شوف، شيء أنا لم أكتب، يعني أنا هلأ قلت لك من دقيقة إنه حتى ملكوت هذه الأرض يعني ليست رواية تاريخية، لأنه كمان يعني متضمنة من قصد يعني أخطاء تاريخية حقيقية، لأنه هن الناس عم يرووا، يعني هي رواية الناس، بس بمعزل، فإذا سأجيب، بمعزل عن تقنيات الرواية التاريخية، الماضي بالنسبة لي ما يهمني منه هو ما يتشكل منه في الحاضر، يعني الذاكرة. الذاكرة ليس بمعنى التذكر، ولكن الذاكرة بمعنى تشكيل الذات في الحاضر، وهن مسألتين مختلفتين. يعني حين نتكلم عن الماضي كفعل تذكر، يكون هناك عنصران في الماضي وفي الحاضر، ما هيك؟ ولكن حين تتكلم عن الماضي الذي هو في تشكل الحاضر، تتكلم عن الإنسان الآن، يعني هذا الإنسان الذي سيكون إلى حد بعيد مجبولا بكل ما رفده به هذا الماضي، ولكن ليس كوعاء، مش إنه الماضي يعطيني وأنا آخذ ما يعطيني وأراكم، لا، إنه يشكلني من جديد، لأنه سيشكل وعيي بحاضري. يعني كل شيء بلا ما نعود لليونغ أو للفلاسفة، أو يعني أيوة، خلينا ناخذ أسئلة إذا في عندك أسئلة من أريد حتى أنا يعني أريد أن آخذ أسئلة من الجمهور إيه هيك في مضبوط. انتظار أنه تطلع بعض الأسئلة. تقول الدكتورة أنيسة داودي: هذا الانقسام هو بالضبط ما يحدث في الجزائر، ربما هو نتيجة حتمية أننا نمر بمرحلة العدالة الانتقالية. أي لخصت المشكل في العدالة. أيوة نعم، طبعا طبعا طبعا، لكن هي العدالة هي قانون الدخول إلى لب المشكلة. يعني لما حين في السرد أو في أي فنون أخرى نتكلم عن نقصان العدالة، هي بالضبط نقصان الروح الوطنية. يعني كيف تريد من الفرد أن ينتمي إلى وطن وهو يشعر بالظلم؟ يعني إنه يعني حتى في المجتمعات الحيوانية عند القرود، يعني هذا يعني غير مقبول. يعني حين يستفرد أحد القردة من جماعته بفعل ظلم ما، تخسر الجماعة مش الفرد بس. من شان هيك عند الشمبانزي وعند البونوبو هناك دائما من يسعى لإرضائه، ليس من أجله بل حفاظا على الكويزيون، إيه يعني مجموعة حفاظا على الجماعة. يعني العدالة إذا بدك هي يعني مدخل إلى الاعتراف باحترام الإنسان. يعني إنسان مظلوم لا يحترم نفسه، لا يحترم القانون،
ولا يحترم رئيسه ببساطة. هي ليست فكرة مقدسة، يعني هي قانون، العدالة قانون يجب الاتفاق حوله. هي أريد أن أنتقل بسؤال آخر للجمهور، هل يمكن القول أن هدى بركات تكتب الواقع المعيش بكل مآسيه وأحزانه بعين الناقد المتفحص والمعالج للخيبات المتتالية خاصة حاليا؟ نستطيع أن نقول ذلك الآن. يعني أنا الآن حين أعود إلى الوراء أستطيع أن أدرك إلى أي درجة كتابتي يعني سوداء أو رمادية جدا. ربما كان ذلك من خيبتي بالناس، يعني بالطبيعة البشرية. عفوا، يعني أنا أصبحت أجد أن الأمراض مجتمعاتنا في جزء منها هي من طبيعة البشر الذين لا يحكمهم قانون قاسي. يعني أنه لا تستطيع أن تترك الفرد لحريته إلا إذا كان عالي الثقافة وإذا كان وطنيا جدا وإلى آخره. ونحن أيتام أيتام في مجتمعاتنا، لأنه هذه الخيبات تتأتى من السؤال الأول، من عدم وجود العدالة. نعم، يعني عدم وجود العدالة يؤدي إلى العنف ويؤدي إلى الحروب، يعني هي تنعر كل المرتبط. شيء. نعم، السؤال الآخر، أي الشخصيات التي أجهدتك برؤيتها وبمواقفها؟ يعني شخصيتك بكتابتي بروايتك. إيه نعم. أهل الهوى من دون منازع، يعني كاد يعني إني تأثرت به كما لو أنه كان موجود فعلا. يعني عشت كنت أحاول دائما أن أسيطر على مشاعري تجاه هذه الشخصية الوهمية. طبعا هو غير موجود في الحقيقة، ولكنه يعني إذا بدك استغرقت في عذاباته حتى أصبحت أنا جزءا منها. يعني اكتشفت، إذا بدك اكتشفت في ذاتي كمية من الألم، لأنه طبعا هو مش موجود، أنا اخترعته، يعني بمعنى ما أنا أعطيته آلامي، لدرجة أن أهل الهوى بعد أن أنهيتها أحسست بالاضطراب. يعني أنه لماذا أنا سوداء إلى هذه الدرجة؟ لماذا أنا حزينة؟ من أين أتيت بكل هذه الآلام؟ يعني كان قريبا جدا مني. السؤال حلو. أزمات العالم العربي، هل يمكن تلخيصها في فكرة الانتماء الهوياتي؟ يعني نحن ما بعرف إذا بنقدر، يعني لازم تسأل عالم اجتماع أو لازم تسأل فيلسوف قادر يعني كيف بدي أقول لك، أن يصنع تيورية، أن يصنع نظرية من هذه النظرة الشمولية. أنا أكثر قربا من الأفراد اللي هن بالنسبة إلي نماذج لهذه المجتمعات الكبيرة. فبالتأكيد إنه يعني نحن مجتمعات كتير معذبة، كتير هيك تحمل آلام فظيعة. يعني الكتاب العرب أمامهم الكثير من المرارة ومن هذا. ما بيعني انه لازم يكتبوا مثل آلام وحزن الآخرين، احيانا ممكن تكتب بمرارة بشكل ساخر، بس قصدي انه المخزون كتير تقيل. صحيح. على ذكر الكتاب العرب،
كيف ترين الأدب العربي الآن، خصوصا الرواية، الكتابة الروائية بالأخص؟ هل هناك تحسن نوعا ما؟ هل هناك تطور على مستوى التحكم في الأساليب أو المواضيع؟ يا وائل، أنا صراحة لا أسمح لنفسي، من خلال قراءتك فقط البسيطة. ما هيدا أنا رح أشرح لك. يعني أنا عايش في باريس ولا تتوفر لي الكتب العربية دائما، وحين تتوفر تكون قليلة. يعني أحيانا الشباب العرب بيبعتوا لي تجارب، بيبعتوا لي بالبريد أحيانا PDF كذا، ولكن هذا أول شيء أنا مش ناقد لحتى قيم. ثانيا إذا بدك، أنا لا أعرف كل ما ينبغي أن أعرفه لأحكم، هذه الثانية. ثالثا، وهذا شيء كتير مهم، أنا متعصبة للأدب العربي. يعني أنا أحب هذه اللغة، أحب ما يكتب بالعربية، وأشعر بانتمائي إلى مختلف الأجيال، لأنهم يلي بيكتبوا منيح كلهم قريبين مني، أشعر ذلك. ولكن عذابي هو في التعامل مع اللغة العربية بشكل سيء. يعني أن تكتب وأنت تجهل قواعد الصرف والنحو والإملاء، وأن تستهين أنه هذا مش مهم أن تكتب، أنه أن يكون هناك أخطاء في كتابك وألا تراجعه جيدا إلى آخره، أنه المهم الفكرة ومش مهم اللغة. هذا خطأ شنيع. فأتمنى لو بيتعلموا عربي أكثر. لذا أنت في جميع حواراتك الملاحظ أنه ترفضي دوما الكتابة بغير اللغة العربية. شوف شو القصة باختصار شديد، لأنه حكينا فيها كثير. أنا أكتب أيضا بالفرنسية، ولكن أنا مصرة إنه رواياتي بالذات أن أكتبها باللغة العربية. تعرف ليه؟ لأنه أنا تعلمت العربية كما ينبغي في عمر متأخر. يعني أنت قلت بالمقدمة أنه أنا درست الأدب المعاصر، لكن الأدب المعاصر الفرنسي. يعني نعم أنا يعني ما كان في هديك العلاقة العضوية، والمدرسة ما كانت تعلمنا اللغة العربية كما ينبغي. يعني كان أي كلام لكي نأخذ البكالوريا. بعد ذلك أنا بنفسي اكتشفت بحر اللغة العربية. يعني بدأت أغوص وما زلت أتعلم اللغة العربية. هلأ هذه اللغة أشعر أحيانا أنه مظلومة من أهلها، عرفت؟ يعني أنا طبعا ما عندي أي مشكل مع الكتاب الفرنكوفونيين أو أبدا. وعم بقول لك أنا هناك كتب لي بالفرنسية ممكن أيضا أن أريك، ولكن مش روايات، مش روايات، نعم. كما عندي دراسات، كما أنه عندي أبحاث. ولكن المهم بالنسبة لي أنه لغتي العربية بالدرجة الأولى أن تكون صحيحة. يعني ما بعرف كيف. فلا، أنا يعني متحمسة جداً وسعيدة جدا بالكتابة باللغة العربية. هلأ طبعا لو أنا كتبت بالفرنسية كل هالكتب، ربما كانت يعني كنت أعيش من كتابتي، يعني ربما كنت يمكن مشهورة أكثر شهرة ومبيعة. أكثر. فهي غير طريق، يعني هاي واي تاني. فأنا لا، يعني لا، والحمد لله، يعني الحمد لله إنه اللغات الأخرى تلحق. يعني تأتي الترجمات حين تحترم لغتك وأدبك، وبتكون رواياتك من مستوى، فيك تنتشر عالميا من هذه الثقافة
الطاقة الرصينة القوية واللغات تلحق بك، ما فيش مشكلة يعني. ما فيش مشكلة، لأنه كل شيء على بناء. أما المترجم سيكون مترجما حسب قدراته. لكن بخصوص الترجمة، ما رأيك في رواياتك أنت المترجمة للغة الفرنسية ولغة مثلا الإنجليزية؟ كيف تقيمينها؟ هل استطاع المترجمون، لأنه هناك على ما أظن رواية لم تعجبك ترجمتها. ايه مش رح نقول هلا مين اللي ترجمه ولا ليك. انا لا، بحب أنا فقط الترجمة، لأن أنا لا تعنيني الأشخاص، صدقيني. لا تعنيني بلا الأشخاص، نحن نتكلم فقط عن بلا الترجمة. لا حين لا تعجبك الترجمه، هذا يعني انه لم يقم المترجم بعمله كما ينبغي. لا الحقيقه انا استطيع يعني أن أساهم إلى حد ما في الترجمة إلى الإنجليزية، أما بالنسبة للفرنسية فعلى طول عندي عقدة، لأني أتقن الفرنسية إلى درجة أني أحيل حياة المترجم إلى عذاب، لأني أراجع كل شيء وأعاود كل شيء وكل مرة أغير المترجم. بينما في الإيطالية مثلاً كل كتبي لها مترجم واحد، لأني اعتبرت أني يعني استطعت أن أجد من هو؟ هي آنسة عمليا أستاذة جامعة، ولكن أنا أعتبر أنه علاقتها باللغة العربية والتراث يلي هو بهمني كتير من هذه اللغة اسمها سامويلا كاغاني، وهي يعني الأرجح أنها لا تترجم لغيري لأنه هي مشغولة دايما معي. هلا بالنسبة يا وائل للترجمات الأخرى، أنا لا أستطيع حتى حين أنظر إلى أحد الكتب مثلا، لا أعرف لا الترجمة ولا البلاد ولا ما هي هذه اللغة، يعني في لغات لا أستطيع لا أن أقول أنها جيدة ولا أن أقول أنها سيئة، لأنه لا أعرف فيها شيئا. حسن، لكن هناك وصلني سؤال من أحد الأصدقاء، يقول: هل فكرت هدى بركات في أن تجعل رواية بريد الليل في السينما، أن توظف بريد الليل في السينما، يعني خراجها من الأدب إلى السينما؟ يرى أنها تصلح، هذا رأيه. هو معه حق، لأن هناك عرضان لتحويلها إلى فيلم، واحد من إيطاليا وواحد من مصر. أنا ما أزال يعني أنا لا أتدخل في الفيلم مباشرة، أستطيع أن أتدخل في نقاش حول رؤية المخرج للعمل، عرفت كيف؟ لأنه سبق أن حصل ذلك ولم يؤدي إلى نتيجة إيجابية. ولكن معك حق، والمتصل أيضا معه حق، لأن هي أقرب إلى أن تكون فيلما سريعا وجاهز تقريبا. أنه هلأ التقنيات تعود إلى المخرج وإلى رؤيته، يعني كيف سيجعل من المونولوج من هذه العوالم الداخلية الموجودة في الرسائل، كيف يتم تصويرها، هيدي شغلته. طبعا أنا ما عندي مانع، ولكن يجب أن نجد كيف يقولوا المخرج الجميل لذلك، حتى أنا عندي استعداد للتعاون. مناسب، مخرج مناسب بما يناسب الرواية نعم وظروفها. هل بس هناك أسئلة من نوعا يعني الجمهور؟ هناك يعني محاولات لم تؤدي بعد إلى اتفاق، ولكن هي موجودة. هل هناك عقود جديدة للترجمة، مثل اللغة الهندية، اللغة الأردية حصل لرواياتك؟ يعني حصل أنا عندي كتابين بالهندي، وهلأ الكتاب الثالث. وهناك الحقيقة أنا لازم طلع الورقة لإلك، لأنه في كتير الحمد لله أها، يعني.
لا، لما ذكرت فقط الدراسات باللغة الفرنسية، عند كتب، لا هل يمكن أن تورينا بعض منها، كتاب أو اثنين فقط؟ بعدين احنا راح نتكلم عليهم في الصفحة. هلا انا فوضويه كثير، يعني انا ما بعرف اذا رح اقدر. لا، الابحاث موجودين مش مأرشفين عندي، بس مثلا في هذا الكتاب اللي طلع مؤخرا، هو عن شجره الدر، اسمه لا نوي دو لا سلطان. لو حطيته على الجوجل بتلاقيه. انا هلا ما في، أنا حالة مكتبتي، يعني لا تسأل عن بعرف بعرف. بس مثلا لقيت بتلاقيها بسهولة. خلاص، لأنه بعدين لكي نقدم كل هذه الأشياء الحياة للقراء وأصحاب الاختصاص. هناك كمان مسرحيتين، واحدة قدمت في برلين وما طلعت بكتاب، قدمت في ترجمة في ترجمتها الإنجليزية وما طلعت، لأنه باللغة العربية لم يجرؤ أحد على العمل على هذه المسرحية. ربما بعد 20 أو 30 سنة، مش مشكلة، ربما لأنه فيها شخصيات دينية، أو ربما لأنه هيك فيها أشياء عن حياة المسيح أو عن حياة مريم المجدلية، ولكنها مسرحية قدمت وما طبعتها، يعني أنا ما نشرتها، مش مهم، تنشر بعد مماتي. إن شاء الله، لأنه أحيانا أتذكر أشياء، الكثير من الأشياء لما قلت لم تنشر ولم يتجرأ أحد. تذكرت رواية البرتغالي الإنجيل كما يرويه المسيح، مثلا خصيصا هو بس إيماجو. حين لك وائل، بس تقترب من الدين دون أن تكون ضده، دون أن ترتكب أي مخالفة، يعني بمعنى أنه التهجم، ولا مجرد أن تقترب من شخصية، يعني لم أسمعك أنا قليلا، الجملة أعرف. الأخيرة. يعني هي مسرحية التي أتكلم عنها قدمت في برلين، هي مسرحية من ثلاثة فصول، اسمها الربع الأخير، عنوانها الربع الأخير من الليل. الفصل الأول فيها هي 3 فصول، كل فصل يقع في زمن معين. الفصل الأول عمهلك، الفصول 3 للمسرحية عبارة عن امرأتين موجودتين مع بعض، عم يتكلموا اتنيناتهم عن رجل فقداه، يعني مرأة وامرأة أخرى اتنيناتهم بحبوه أو إلهم علاقة فيه، مات عشية هذا اللقاء، وهما في ويكلو في مكان مقفل يتحاوران يتكلمان عن هذا الميت. الفصل الأول يقع في الليلة التالي أو في الليلة التي مات فيها المسيح، وتجمع بين مريم أمه ومريم المجدلية هي اللي كانت كمان موجودة. الفصل الثاني بيحكي عن فترة موسوليني، يعني في شخصيتين نسوان، يعني خلينا نقول عم يحكوا عن فقدان أحد وزراء الحكومة اللي أقامها موسوليني فاشية. الفاشية ويلي ركبوها الألمان. الفصل الثالث تحكي عن صديقتين عم يحكوا عن صديق إلهم بالأيام المعاصرة، يعني فقدوه وكان يشتغل بالسياسة، وعم يحكوا بعد الجنازة.
هلا هيدي الحكاية للحقيقة، بمجرد ما انه مريم ومريم عم بيحكوا عن هذا الرجل وكأنه اكتشفوه بعد موته مثل بالفصول التالية، ما حدا جاروا، مع انه هي فيها محبة يعني، بس مش ما حدا، لانه انا ما عرضتها، بس دارين للنشر قالوا مش وقتها، انت دور النشر. مش مهم مش مهم، بس ببرلين اخذت ضجة يعني، انه كان نجاح كتير كبير. طيب انتهينا نحن يا وائل ولا شو؟ تعبت. انتهينا انتهينا. بعرف بعرف، واعتذر اعتذر كثيرا. واللي ما بيعرفوه المشاهدين انه تعرضت لحادث استاذه هدى بركات، كسر على مستوى الظهر، على مستوى الكتف على ما اظن، يعني من فترة الى أنا حضورها أتحدث، معنا، ولكن حضورها معنا الآن اليوم. إيه يعني، أحيانا أصاب يعني، هي من فترة هذا الكسر، ولكن أحيانا أصاب بنوبات من الألم، واليوم حظي سلام. سعيد بكم لأنه سليتوني عن نوبة الألم. شكرا لك. والله نحن اللي نشكرك كثيرا يا أستاذة، ونعتذر كثيرا أنه ساعة وعشرين دقيقة أبدا، سليناك سعادة سعادة. سليناك شوي، بس أنت متعتينا. تسلم، الله شكرا يخليك. شكرا جزيلا. سلام خاص للجزائر، فعلا أنا اشتقت لها، وحشتني يعني، بقول المصريين متى تزورينا بس بعد ترجعوا كورونا؟ تعملوا معرض كتاب. إن شاء الله إن أنا شاء ما الله، كنت في معرض كتاب بالأخير. وإن شاء الله سنلتقي هناك أستاذة. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا تحياتي شكرا تحياتي. جزيلا لكل متابعي نوفلوفيليا سوسايتي. شكرا جزيلا للكاتبة القديرة والطيبة هدى بركات. شكرا للجميع، نلتقي مع ضيف آخر، والسلام عليكم وتحياتي للجميع، أمسية السلامة. طيبة. مع السلامة. يا ربي.